في مسجد الحارة جنوب المواعد. مشيت أصلي الفجر وطرقت الأقدام، مسرع وخبر الناس بالفجر واجد، وخاف ما أبقى مع الناس قدام. صدمة كبيرة ما تجيب المعاهد، لكن عهدنا فعلها بين الأنام. راح رمضان وما بقى في المساجد إلا ثلاثة والمؤذن والإمام، تلفتوا يبغون منه يساعد لجل يتم الصف الأول بالإتمام. ولا لقوا غير الحزن كان شاهد على فضى صدر المساجد والإسلام إلى متى، والناس للناس واجد، لكن مع الله بس في وقته الإلهام. قل القلوب اللي غلاها شواهد، الدين رغبة قبل تنفيذ الأحكام. الدين ما هو برمضان يتواجد، الدين متواجد على طول العوام. هو الرب ما يعبد لدى شهر واحد، الرب واحد يعبد بكل الأيام. سحقا لحال المجتمع ليش قاعد على أمل توفيق ربه ليقام؟ يبغي أجر يبغي وصل لكن يعيش بتباعد، يبغي أجر لكن ما صلى ولا صام. شخص يقضي أكثر العمر ساجد بين الصفوف وبين محراب الإمام، وشخص ما عمره يتقف بالمساجد ألا إذا قالوا ترى باتر الصيام. على العموم الله على الناس شاهد، باتر اللي يتقلط من الموقف أقدام. ولا أنا ضايق من الناس واجد، والياس فيني ما تكفيها الأحلام من كثر حزني. الفراغ المساجد ودي لو نعيش العمر كله بصير.